بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث السنة، إن شاء الله النهاردة lesson 3-4 أو الدرس الثالث والرابع من بوكلت المعاصر، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا لفوكاب أو كلمات lesson 3-4. aid يعني مساعد أو يسعد، النون منها مساعدة aid والverb يسعد. attached يعني مرفق attached. attend يعني يحضر attend. أي audience يعني جمهور أو المستمعين. audience award يعني جائزة أو يمنح جائزة كverb يمنح جائزة award أو النون منها جائزة award. belt يعني حزام belt. category يعني تصنيف category. ceremony يعني حفل ceremony. certificate يعني شهادة certificate. compare يعني يقارن compare. competition يعني مسابقة competition. complicated يعني معقد أو مركب. بتساوي كلمة complex يعني معقد أو complicated. list يعني قائمة list. memorize يعني يحفظ memorize. multiplication يعني عملية الضرب. organize يعني ينظم. party معناها حفلة أو حزب أو فوج من السياح نقول a party of tourists، لكن حفل I have a party or I have a birthday party يعني حفل عيد ميلاد. حزب أم أقول لك he joined a party، طبعا انضم إلى حزب. pause يعني يتوقف. pause. perform يؤدي. picnic يتنزه، وطبعا الماضي منه picnic هنضيف له ked. picnic اللي هي النزهة. picnic نزهة خلوية picnic. presentation يعني عرض تقديمي presentation. profit يعني ربح أو يربح. RSVP form استمارة الرد. RSVP form طبعا هنا استمارة الرد. عندنا creativity الإبداع جاي من creative يعني مبدع. define يعني يعرف أو يحدد. define. degree يعني شهادة جامعية degree. diagram يعني رسم بياني. allegiant يعني أنيق أو كيس. allegiant. smart. enjoyable يعني ممتع. enjoyable. feedback يعني التغذية الرجعة. forum يعني منتدى forum. global يعني عالمي global. graduate يعني خريج أو يتخرج graduate. graduation التخرج graduation. rhetorical يعني بلاغي rhetorical. write يعني حق write. score يعني نقطة أو يسجل هدف. short notice يعني رسالة موجزة. short notice. significantly يعني بشكل ملحوظ. significantly. smart يعني ذكي أو أنيق بتسوي intelligent. sponsor يعني راعي أو يرعى أو يمول sponsor. swan يعني بجع. talent يعني موهبة. talk الاسم منها حديث أو خطبة، والفعل طبعا يتكلم. talk. technique يعني تقنية أو أسلوب. technique. عندنا indicate يعني يوضح أو يشير إلى. indicate. invention يعني دعوة. invention. lift يعني يرفع، والنون منها اللي هو المصعد الكهربي. lift. trust يعني يثق أو الاسم منها ثقة. trust. unique يعني يميز. unique أو فريد أو مميز. unique. visual يعني بصري. visual أو طبعا خاص بحاسة البصر. visual كadjective ممكن تبقى noun أو adjective. visual بصري أو خاص بحاسة البصر. بالنسبة عندنا للجزء الخاص بالأسئلة على الفوكاب،
SB, A or any space question is the one that you don't expect to get a specific answer to. طبعا السؤال A اللي مش متوقع ان انت تجد له اجابة. طبعا هنا rhetorical اللي هو بلاغي، سؤال بلاغي rhetorical question يعني سؤال بلاغي. In today's world في عالم اليوم success is sometimes based by how much money you make from your job. طبعا in today's world في عالم اليوم النجاح is sometimes احيانا ما يعرف او يحدد بكمية المال اللي انت بتحصل عليه من العمل. طبعا هنا is defined يحدد او يعرف. The refugees need urgent space. طبعا هنا اللاجئين محتاجين ايه عاجل. طبعا هنا aid مساعدة عاجلة. aid يعني مساعدة. Parents of students are invited to the graduation. طبعا هنا الأولياء الأمور للطلبة دعوا إلى حفلة التخرج. حفلة التخرج طبعا هنا creativity الإبداع. certificate شهادة ceremony. طبعا هنا ceremony يعني احتفالية، احتفالية التخرج. Most of my friends space my brother's wedding. Most of my friends attended يعني حضروا. معظم أصدقائي حضروا حفل زفاف أخي. Flashcards, videos and diagrams are all space aids to teachers now use. طبعا هنا visual aids يعني إيه؟ وسائل بصرية. طبعا فلاش كاردز والفيديوهات والرسم البياني كلها وسائل أو مساعدة أو وسائل بصرية بتساعد المعلم. After space, young men join the army for military service. بعد التخرج الشباب بيلتحقوا بالخدمة العسكرية. طبعا هنا after graduation, space joins the army for military service اللي بينضم للخدمة العسكرية للقضاء. طبعا هنا a graduate اللي هو الخريج نفسه a graduate. I got my university space in 1998. I got my university degree. أنا حصلت على الشهادة الجامعية في 98. This is me. It wasn't easy for me to give a presentation to a space I didn't know for the first time. It wasn't easy for me to give a presentation. مش سهل إن أنا أو ما كانش سهل إن أنا أقدم عرض تقديمي to the space to the audience or to an audience I didn't know for the first time. طبعا هنا to the audience اللي هم الجمهور. I look forward to getting my general secondary education this year. طبعا هنا certification يعني بتطلع للحصول على شهادة الثانوية العامة هذا العام. During your presentation أثناء العرض التقديمي you may need to space for a few seconds after saying something that you want the audience to remember to pause يعني تتوقف لثواني أثناء العرض توقف حتى يستوعب الجمهور. Mr. Baliq was dressed in a space black suit in an elegant يعني بدلة سوداء elegant أنيقة. Giving a speech to a foreign audience needs to a good presentation or preparation. Giving a talk to a foreign audience يعني الإعطاء خطبة لجمهور أجنبي بيحتاج a good preparation يعني إعداد. طبعا هنا audience اللي هم الجمهور لكن talk طبعا قلنا هي giving a talk يعني حديث أو خطبة. She made much space from selling clothes. She made much profit يعني كونت ربح عالي من بيع الملابس. Sometimes it's difficult to provide space without making someone angry. Sometimes it's difficult to provide feedback يعني تغذية رجعة without making someone من غير ما تجرح أو تجعل آخر غاضب. Space is what makes you different. حاجة بتجعلك مختلف. طبعا هنا creativity اللي هو الإبداع ده بيجعلك إيه مختلف عن الآخرين. Your bad marks درجاتك السيئة in physics is based that you need to work harder to better at it. طبعا هنا indicates درجاتك السيئة في الفيزياء بتوضح إن أو بتشير إن أنت تعمل بجد. Using space language in a presentation makes it difficult for your audience to get your points easily. طبعا استخدام لغة ايه بتجعلك للجمهور difficult صعب for audience للجمهور to get your points ان هي يفهم نقاطك الاساسية. طبعا هنا complicated يعني معقد.
I have gone on a space with my close friends. I have gone on a picnic. أنا ذهبت في نزهة مع friends يعني أصدقائي. It's a bit space, but can you come tomorrow? It's a bit يعني إنه فترة. It's a bit. طبعا هنا short notice يعني ملحوظة قصيرة كده. ممكن إن أنت تيجي لنا. It's a bit short notice. A space is one of the visuals a presenter can employ. طبعا هنا من الوسائل of the visuals الوسائل اللي الشخص بيستخدمها can employ a presenter اللي هو المقدم can employ يوظفها. طبعا ممكن يوظف الدايجرام اللي هو الرسم البياني أثناء العرض. People are different. الناس مختلفة. This makes it difficult to put them into categories. طبعا ده صعب ان انت تحطهم في categories يعني تصنيفات. Sociable students. الطلبة الاجتماعيين sociable are better at space picnics are better at organizing يعني في تنظيم البيكنيكس اللي هي النزهة. My mother, mommy made the picnic and put it in a bag. A big bag. The word picnic here can be replaced by. طبعا هنا picnic يعني ايه. My mother made the picnic. يعني اعدت لي الرحلة. يبقى هنا trip. يعني رحلة قصيرة trip. ولا outdoor meal وجبة بالخارج ولا visit سيارة ولا journey. طبعا رحلة طويلة. طبعا هنا ممكن my mother made the picnic. يعني اعدت وجبة للنزهة. فطبعا هنا outdoor meal. Asking rhetorical questions. يعني عرض أسئلة بلاغية is a space used in giving presentation is a technique يعني تقنية في عرض أو في أثناء العرض التقديمي. بالنسبة عندنا للجزء الخاص بـ vocabulary study عندنا بالنسبة لـ verbal calculations do some research يقوم بإجراء بحث. do some research make notes طبعا notes بتاخد make organize picnic ينظم نزهة خلوية tell a story يعني يحكي قصة. I don't believe the stories he speaks us about his generosity. I know he is a major أنا عارف إن هو إيه أو أنا لم أصدق قصصه عن الكرب. أنا عارف إن هو major يعني بخيل. طبعا هنا I don't believe the stories he made يعني القصص اللي هو ألفها or the stories he tells. طبعا هنا تلا story يعني يحكي قصة يبقى he tells. We are discussing the findings احنا بندرس نتائج of the research البحث. My team have done اللي الفريق بتاعي قام به. Do a research. Amir is good at space picnic. طبعا هنا organizing يعني ماهر في تنظيم الرحلات أو النزهة. I need to look at the notes. I طبعا note make a notes يبقى I made. بالنسبة expressions والpropositions عندنا أو الidioms. At a young age يعني في سن صغيرة. At a young age. At midday في منتصف النهار. Attached to مرفق به أو متصل به. Children's rights to an education حقوق الأطفال في التعليم. Creativity award جائزة الإبداع. Creativity اسمها creativity award. Get a degree in يحصل على شهادة جامعية. Get a degree in. Make it clear يعني يجعله من الواضح. Make it clear. RSVP form استمارة الرد. RSVP form related to متعلق به أو مرتبط به. Rhetorical question يعني استفهام بلاغي أو سؤال لمجرد التسهيل. Short notice إشعار عاجل. Short notice. Sporting achievements يعني إنجازات رياضية. Sporting club يعني نادي رياضي. Sportist people United Nations الأمم المتحدة. United Nations Visual aids الوسائل البصرية للمساعدة. بالنسبة عندنا للسينونيمز make notes on بتساوي write down notes about write down يعني يدون. The first ever
The first ever يعني أول من. The first to معناه the first to do something. For example, be proud of. Be proud of يعني فخور بي. Take pride in يعني فخور بك. This is a verb and a preposition. Take pride in. The year to come. The next year. The year to come يعني العام المقبل. The next year. Young people means youth اللي هم الشباب. Compare with dream of or dream about. Dream of or dream about. Dream of أو dream about. Get give out يوزع. Give out بتسوي hand out. Give out بتسوي hand out يوزع. Walk in يدخل. Walk into يدخل إلى. I'm proud of being Egyptian. This means I take pride in being. Take pride in يعني أنا فخور بي. Take pride in. It isn't always right to compare child with other children in public. طبعا هنا it isn't always right يعني ليس حق. It isn't always right to compare child عشان يقارن بالchild طفل. طبعا هنا with other children. طبعا هنا compare with يعني يقارن به. We agreed to meet midday. طبعا هنا we agreed to meet at midday زي at night. We agreed to meet at midday. Each child had the right good education to good education. طبعا each child has the right to good education للحصول على تعليم جيد. Mr. Muhammad has space it clear. Had made it clear. Made it clear يعني جعله واضحا يعني جعل الشيء واضح. Made it clear. صلاح the first Egyptian footballer to win the golden boot in the Premier League. This means صلاح. طبعا صلاح ده أول شخص يحصل على الحذاء الذهبي بالنسبة لجامعة بريمر. This means صلاح was the first player to ever to win. ولا is the first player ever to win it. Is the first Egyptian ever to win it. Hardly won it. طبعا هنا صلاح is the first Egyptian footballer to win the golden boot means is the first Egyptian ever to win it. Is the first Egyptian ever to win it يعني أول شخص مصري. These are the prizes we are given to tippers. طبعا هنا these are the prizes يعني دي الجوائز. We are giving نوزعها للتوبرز الأول. طبعا اسمها give out يعني يوزع وقلنا بتسوي hand out يبقى give out يعني يوزعها على التوبرز الأوائل. Teenagers still need some guidance. The word teenagers can be replaced by. طبعا teenagers يعني مراهقين. Can be replied by young men, young boys, young people. طبعا هنا young people teenagers يعني المراهقين اللي هم young people اللي هم الشباب الصغير. أو the young by teenagers can be replaced by young اللي هم الشباب أو الصغير الصغار. ولا young people طبعا هنا young people. The applicants اللي هم المتقدمين personal photos يعني صور المتقدمين الشخصية are attached to يعني ترفق إلى. طبعا الفعل attach بيجي مع حرف الجر to. Attached to. She unlocked the door and walked in. طبعا هنا walked into محتاجة كلمة بعدها walked into ولكن walked in يعني مش walked in لكن لو قلنا into محتاجين اسم بعدها. I'm going to join university. I'm going حاجة في المستقبل. In the next to in the year to come. طبعا هنا مفروض معناها in the next أو next year ولكن المعنى in the next or in the year to come means the next year. بالنسبة عندنا clear the confusion عندنا الاكسبريشن RSVP form اللي هو إجابة مختصرة أو رد سريع. اختصار للكلمات ريبوندي طبعا دي فرنسا وريبوندي سيلفو بلاي بليز ريبلاي معناها بليز ريبلاي ريبوندي سيلفو بلاي. ووك إن يدخل لا يأتي بعدها مفعول. أما ووك إنتو معناها يدخل أيضا ولكن تتبع بمفعول. ووك إن شي أوبند ذا دور أند ووكد إن ودخلت لكن شي أوبند ذا دور أند ووكد إنتو هير روم ودخلت إلى حجرتها يبقى إنتو محتاجة إيه مفعول بعدها.
to come. To come. To come means the next of the following. To come means the next of the following. The year to come means the next year, the following year. The days to come, the next day, the following days. And then be proud of, وبيجي وراها شيء اسم نون يعني, أو to بيجي وراها verb في المصدر, أو بتساوي في المعنى take pride in, يعني كفعل يفتخر به. Her parents are very proud of her, يعني فخورين بيها. Be proud to do something. I'm proud to receive. طبعا هنا الفعل بعد تو يجي الفعل receive أو أي فعل يبقى to بعدها infinitive مصدر الفعل. She takes or has pride in. Takes or has pride. ممكن نستخدم الفعل take pride in أو has pride in. Her responsibility or respectable family. She takes or she has pride in her respectable family, يعني مفخورة أو بتفتخر بعائلتها المحترمة. عندنا next week means the following, the week next. Next week means the week to come. The week to come يعني الايه الأسبوع القادم. To come. I opened the gate and carefully walked in فقط. لكن لو قلنا into محتاجين اسم. I opened the gate and carefully walked into the garden. Walked into the garden. ممكن أقول walked into the garden. طبعا ما ينفعش نقول of the garden ولا نقول out. لو قلنا out نقول out of the garden. ولكن هي أصلا into يعني دخل إلى الحديقة. I'm proud. طبعا هنا نون وراها يبقى of. I am proud of my success. I am proud to be success. To be a success ناجح. I take pride in my success. Take pride in يعني يفتخر بي. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالvocabulary. وانتظرونا مع جزء الجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.